وزي كفن تبع الموجة. السلام عليكم محمد. سي حماد سبونتاني كيك تري بون. الحمد لله. على بركة الله قدمت ملف ترشح للرئاسية سبتمبر 2019. الحقيقة شعوري بالشرف والمسؤولية في نفس الوقت. شرف أن باش نكون في خدمة بلادي، خدمة شعبي مرة أخرى باستفادة بالماضي والعبر نتاعو والدروس. الشرف الرئاسة ولا أي منصب بالنسبة لي جربته هو الشرف الشخصي. أنا شرف باش يكون في خدمة تونس. طيب أنت قدمت الترشح نتاعك اليوم بتزكيات شعبية ولا بتزكيات من النواب؟ في خدمة تونس، يعني أنه من أجل تونس. لك علاش أنا لحيت أنه باش نكون بصفة مستقلة عن كل انتماء حزبي أو جهوي أو شخصي أو مصلحي، يعني فيه انتماء وانتماء لتونس، أي أن حزبي تونس هي حزب الكبير. طيب سي حمادي، خلينا نأخذ بالسؤال خاطر نشوي الخطاب، خلينا نكمل بعد خذ الأسئلة ما تعاودش مرة. معناها بشوي الخطاب خطابنا خلينا ناخذ تصريح. انت قدمت تزكية شعبية ولا تزكية من النواب؟ مسؤولية ايضا، انه الظرف الحالي هو ظرف نتاع انقاذ للبلاد، انقاذ تونس. لكن علاش نشعر بالمسؤولية؟ ان شاء الله يكون في خدمة شعبنا، ان شاء الله يكون في خدمة كل مواطن يلقى في رئيس جمهورية اذا انتخبني الشعب صوت اللي من لا صوت له. أيضا أدافع على المظلوم مهما كان، رئيس لكل التونسيين لكل الجهات، كما قلت فوق الاعتبارات الانتماء الحزبي والمتيق والجهوي. يشرفني هذا باش نتقدم للشعب التونسي. لي طلب أخير لكل المترشحين، أن نكونوا في مستوى طموحات شعبنا، وأن نكونوا أيضا يتسع قلوبنا لبعضنا البعض، ونشتغل في هذه المنافسة الشريفة، نشتغل بمدونة سلوك. أنا على كل حال بإذن الله اللي نوعد به باش تكون هذه الحملة نظيفة في مالها وفي خطابها، لا سب ولا شتم. ربي وفقنا من أجل تونس. بالنسبة هل تحصلتم على تزكيات من قبل النواب أم تزكيات شعبية من قبل النواب؟ لا، من النواب. قديش؟ قديش من التزكية؟